ننطي زخم للاعبين ونتكلم مع اللاعبين مثل ما تكلمت وياهم وقلت لهم في خليجي البصرة، قلت لهم الآن يجب أن نقطف الثمار، احنا صار لنا سنة نعد بيكم حتى تجون هنا حتى هالبطولة نحصلها. الآن أيضا أتكلم وياهم بهذا الموضوع أنه خلاص احنا صار لنا ما يقارب سنة سوية، مدرب نفسه، لاعبين نفسه، كادر نفسه، الآن وصلتوا إلى مرحلة جيدة انه تقدرون تنافسون المنتخبات. وانا صراحه انا شويه طماع، طلبت منهم ان يجمعون بين كاس اسيا ان يحصلون على كاس اسيا ويصعدون كاس العالم، قلت لهم هاي تصير تاريخيه لكم، لان احنا لحد الان نتغنى بالمرحوم الله يرحمه احمد راضي من صعده وكاس العالم، وايضا جيل 2007 احنا نريد نطبق الاثنين. وهذا الطموح انا بالنسبه لي اشوفه مو بعيد، مو بعيد، اتمنى من رب العالمين يوفقنا، اتمنى من رب العالمين يسعد جماهيرنا على التعب اللي تعبه الاتحاد العراقي، الاعلام العراقي، الجماهير العراقيه، اللاعبين، كل حتى الحكومه يعني ساندتنا كثير. اتمنى من رب العالمين ان يوفقنا ونحقق هاي الثنائيه. اريد موقف بكاس